جنود فضائي، هذا هو المصطلح الذي استخدمه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لوصف الجنود المسجلين في دفاتر وزارة الدفاع العراقية وتدفع لهم رواتب شهرية دون أن يكون لهم وجود على أرض الواقع. تمكنت بهذا الشهر أن نخفض 50,000 فضائي دفعة واحدة، أربع فرق. بالطبع هذا أنا أشكر تصفيقكم، أنا أشكر بتصفيقكم، بس أتصور القضية أعمق من هذا. يعني أنا أشعر بالأسى أنه هذه المدة كلها ندفعها الرواتب وفلوس ما عندنا، وجنود دا ينقتلون، يقاتلون وينقتلون، بس أكو ناس يستلمون رواتبهم غير موجودين. ومن نماذج الفضائيين هذا الجندي الذي طلب عدم الكشف عن هويته، ويحكي لنا كيف بدأ التفكير في أن يصبح فضائيا بعد أن اضطره ظرف عائلي إلى أن يبقى مع أسرته، فكان الحل أن يتنازل عن معظم راتبه لقائده العسكري مقابل السماح له بعدم الحضور، تنازل يسمى محليا وبشكل مجازي تبرع. رحت لرئيس عرفة السرية، ورئيس عرفة السرية حاكي عامر السرية على الموضوع، فانطيت الفلوس 750,000، نزلت شهر، خلصت الإجازة شهر، التحقت، هم صار عندي ظرف، وهم انطيت 750 ونزلت شهر، واكتشفت يعني مسألة عادية، يعني ها ما تبرع عندهم، يعني مو بس يعني أنا أول واحد أتبرع، لا أكو 15 واحد تقريبا، إيه 15 الآن أعرفهم، 15 واحد هم متبرعين وقاعدين هم يعني قاعدين ببيتهم. يعني ألا تخشون من عمليات تفتيش مفاجئة على السرية؟ والله هو تصير تجي لجنة تسوي تعداد، فهم شو يسوون؟ يخابرون الجندي، يقولوا له احضر لأن راح تجينا لجنة يعني تفتيش، فالجندي هو القاعد ببيتهم يجي يخلص تخلص اللجنة يسوون تعداد ويرجع لبيتهم. ويظهر ذلك أن معركة الحكومة لمحاربة الفساد ستكون صعبة إلى حد كبير، كما أنه يتعين التعامل معها بحذر حتى لا تسيء القضية إلى جنود آخرين يؤدون واجبهم بنزاهة، خاصة في ظل المعركة الدائرة مع تنظيم الدولة الإسلامية. ويضاعف من أهمية المشكلة التراجع الكبير في أسعار النفط الذي يضغط بقوة على موازنة الحكومة المقترحة للعام القادم والبالغة 100 مليار دولار، ربعها تقريبا مخصص للشؤون الأمنية والدفاعية، وهو مبلغ كبير يحتاج إلى ضوابط أكثر لضمان حسن استخدامه. لابد أن تقوم بإجراءات كبيرة جدا، قد تكون دستورية وقد تكون تراتبية إدارية وقد تكون بالمقابل إعادة هيكلة، وبالتالي نحتاج إلى أولا أن نفصل القرار السياسي عن القرار العسكري، وهذا ما سيحد الفساد وما سيمحي الصورة السابقة لوجود بين قوسين الفضائيين. يقول رئيس الوزراء إن ما جرى كشفه من وقائع فساد جرى بعد تدقيق حسابي تم على الأوراق فقط، وتوقع الكشف عن مزيد من حالات الفساد حال إجراء تفتيش ميداني على الأرض. ويبدو وكأن العبادي يتحدث عن جبل جليدي عائم وضخم، أقله ظاهر وأكثره مخفي، ومن يريد معرفة حجمه الحقيقي عليه أن يغوص. أحمد الكيلاني، بي بي سي، بغداد.